شكرا شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة مع قطر، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد عقد مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أشاد أمير قطر بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة، مع التأكد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. أكد الرئيس السيسي أن القمة العربية القادمة بالجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات. وشدد الرئيس السيسي لوكالة الأنباء القطرية على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في المنطقة العربية، وفي مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدولة. وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية. وحصل المشروع القانون على تأييد 17 صوتا، فيما عربت 5 أصوات عن معارضتها للتشريع، مما يمهد الطريق أمام إجراءات التصويت على مشروع القانون في مجلس بكامل هيئته. وتأتي الخطوة الأمريكية وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. We have an overwhelming majority of the unions agreeing to this and 100% of management agreeing to it, but under the law that Congress in its wisdom passed years ago. تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا اقتراحا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمخاطبة الاجتماع السنوي لزعماء العالم الأسبوع المقبل عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا. وقالت بعثة أوكرانيا في الأمم المتحدة أن زيلينسكي لا يمكنه المشاركة شخصيا في اجتماعات الجمعية العامة، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن سيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعرضت لحادث مروري في كييف، لكنه لم يتعرض لإصابة خطيرة. وفي بيان له قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن الأطباء المرافقين للرئيس قدموا مساعدة عاجلة لسائق العربة المتسببة في الحادث ونقلوه إلى سيارة إسعاف، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات طبية للرئيس حيث لم يتم العثور على أي إصابات بالغة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات البحرية الروسية ونظيراتها الصينية تقوم بتدريبات مشتركة في المحيط الهادي. وأوضحت الوزارة أن التدريبات تشتمل على إجراءات مناورات تكتيكية مشتركة لتعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، بالإضافة إلى دعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي ومراقبة السواحل وحماية المواقع الاقتصادية البحرية الروسية والصينية. توجت لاعبة المصارعة المصرية سمر حمزة بالميدالية الفضية في نهائي منافسات بطولة العالم للمصارعة وزن 76 كيلوغرام والتي تقام بصربيا، وتعد هذه المرة الأولى لمصر التي تحصد خلالها على الميدالية الفضية في تاريخ مشاركات النساء باللعبة. وكانت سمر قد وصلت إلى نهائي بطولة العالم بعد التغلب على بطلة أستونيا بنتيجة 2-3 في نصف نهائي البطولة. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.